الوغ بالنسبه للاخطاء الشائعه اللي كتكون في خلال شهر رمضان، اول حاجه هي كيفاش الناس تفرقوا الصيام ديالهم. دونك الاغلبيه ديال الناس الخطا الكبير اللي كيديروا هو كيكتفي بوجبه واحده، دونك هذاك الفطور تيكون فيه كلشي، تيكون فيه مجموع فيه كلشي، سواء كانت المعجنات الحلاوه السوائل، دونك كيكون كلشي مجموع تاكلوه في دقه واحده وفي الاخر تيحبسوا. دونك الاكثريه ما تيديروش التمارين الرياضيه، دونك الواحد الا كان صايم النهار كامل والجهاز الهضمي ديالو تيكون شيئا ما تيخدمش، باسكو مثلا الماكله ما تدوش في ما تتخادش بالنسبه للايام بحال الايام العاديه. دونك الواحد اون فوا كيفرق الصيام كياخذ كلشي في دقه واحده، كيكون كلشي مخلط، كيولي التخمر، الواحد تقدر تجي داك الحرقه ديال المعده، يقدر يكون فيه المشكل ديال 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 القبض. بالنسبه للمشكل واحد اخر من غير لو فات باش ياخذوا الناس وجبه واحده، كاينين الناس اللي اون فوا تيفرقوا الصيام ديالهم تياخذوا سوائل بزاف عاد، دونك الواحد عاوتاني ياخذ سوائل بزاف عاد يقدر يتزوى ولا يقدر يتكهم. بحال دابا العصير، حنا تبارك الله في رمضان الطبله ديما كتكون عامره بالشهيوات، كاين اللي كياخذ العصير ديال الليمون، عصير ديال الفراز، عصير الباناشي. اللي خصنا نعرفوا هو الفواكه خصها تتخاد وهي صينه، علاش؟ حيت الديسير بصفه عامه فيه الالياف، والالياف هي اللي كتعاوننا على الامتصاص ديال الدهنيات وكتعاوننا على المشكل ديال الخروج باش الواحد ما يكونش فيه القبض. دونك الى الواحد اون فوا فرق الصيام ديالو خدا واحد جوج ولا ثلاثه ديال العصير ديال الكيسان ديال العصير، صافي بوكو سي اون سورشارج ديال السكريات، وحنا عارفين بان السكريات السريعه دغيا كتقدر تحول الشحمه وكتركز. دونك عامة في شهر رمضان الواحد الا تشهى العصير الا تشهاه ما يكونش كل نهار بيان سور، يقدر ياخذ بحال دابا ان جو ديال 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 الخيار ولا ديال الحامض ولا ديال البومبلوموس، الواحد العصير باش يفرق به الصيام ويكثر منه سا سي با اون بون شوز.